سبيل المثال عمرو بركات هيعمل ايه السنه الجايه؟ لا هو يعني الواحد يعني ان شاء الله السنه الجايه في قدامي كذا حاجه، بس الواحد متردد شويه عشان عايز يعني اقرر ان انا السنه الجايه دي لازم تبقى مختلفه بالنسبه لي. بس خلي بالك الوقت ضيق، يعني دي حقيقه. ده في المفروض خلال الاسبوعين اللي يعني جايين ان شاء دول الله القيد شغال اهو، ولازم تعرف مصيرك ان يعني. شاء الله في خلال الاسبوع ده يعني باذن الله الواحد يقرر باذن الله. بس هو الواحد بس عايز يعني يتاكد من الخطوه اللي جايه دي، عشان هي دي السنه اللي جايه دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لي يعني في حياتي. عندك عروض يا عمرو؟ موجود في الحمد عروض لله، في عروض اكتر من نادي؟ موجود. ايه اللي متوقف بقى اللي انت تروح توافق على العروض دي او لا؟ يعني متوقف حاجات بسيطه يعني، ان شاء الله تخلص باذن الله على خير. ان شاء الله. مفيش مشكله. في مشكله ان عمرو بركات يلعب مع كابتن ايهاب جلال مثلا في فريق بيدربه؟ لا هو اكيد الموضوع ده مفيش مشكله يعني. هو كابتن ايهاب اول واحد انا اشتغلت معاه والحمد لله كسرت الدنيا يعني. ايوه ومقصه. فطبعا انت عارف اهم حاجه بالنسبه للعيب ان يبقى في مدرب بيبقى عارف ازاي مقتنع بيه. بالظبط، وعارف ازاي يوظفه في الملعب، صح. ويلعب على ازاي يطلع امكانياته بالظبط في صح. الملعب، فدي بتفرق يعني. فهو من المدربين ان انا اشتغلت معاه كنت واصل لاحسن كنت فورمه. لسه ما اه ما ما كانش لسه حماك. لا لا بس الوضع هيختلف بعد ما بقى حماك ولا لا؟ والله انا مش عارف، بس مش عارف، بس اكيد الكره الناس كلها عارفه. عارفه عمرو بكات وعارفه ايهاب جلال. طب فاكيد احنا لو موجودين في مكان واحد طبيعي عادي يعني طبيعي عادي، وفي الكوره واكيد احنا بنساعد بعض في الموضوع، انا شايفه عادي يعني. اكيد.